ولكل مشاهدي قناة النهار. شكرا لك. إذن في البداية سمير، للأسف حصيلة ثقيلة سجلتها مصالح حضرك الوطني في الأسبوع الأخير، خاصة خلال رمضان وأيضا عيد الفطر. بداية، هل لك أن تعطينا حصيلة حوادث المرور لهذه الفترة؟ نعم، فيما يخص حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال شهر رمضان، تم تسجيل عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني وقوع أكثر من 687 حادث مرور. خلفت هذه الحوادث في مجملها 1220 ضحية، منها 217 وفاة و1003 جريح. 37% من هذه الحوادث وقعت ابتداء من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة التاسعة ليلا. لذلك هناك تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث ب 34% وفي عدد القتلى بنسبة 7%. إذا أما خلال شهر عيد الفطر المبارك فتم تسجيل وقوع 77 حادث مرور، خلفت هذه الحوادث للأسف الشديد وفاة 26 شخص وإصابة 153 شخص آخر بجروح متعددة الخطورة. يعني هذه الحوادث في مجملها وقعت بطرقات غير مزدوجة نتيجة تصادمات رأسية بين المركبات، وكذلك عدة انحرافات لمركبات على مستوى شبكة الطرقات الرئيسية نتيجة عدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات، وكذلك تجاوز الخطير دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم سمير، يعني الأرقام التي صرحتم بها يعني جد مرعبة، ربما كيف تفسر ظاهرة ارتفاع حوادث السير خاصة أنه إرهاب الطرقات ورغم كل الحملات التحسيسية لا يزال يحصد الأرواح؟ إذن ربما من المسؤول اليوم عن هذه المجازر؟ فيما يخص الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث أو المسؤول عن هذه الحوادث، يعني في الدرجة الأولى يبقى العامل البشري يتصدر قائمة الأسباب المؤدية. مثلا نسبة 80% من العدد الإجمالي للحوادث معظمهم من جنس ذكر أو من شريحة الشباب بالأحرى، لتتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 39 سنة، حائزين على رخص سياقة أقل من 5 سنوات. كذلك يتميزون بسلوك الاندفاع في السياقة ولا يمتثلون لتطبيق أحكام قانون المرور خاصة الحد من السرعة. إذا نجد خلال هذا الأسبوع الأخير تم تسجيل 233 حادث مرور عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني. هذه الحوادث في مجملها خلفت حصيلة وفاة 72 شخص وإصابة 420 شخص بجروح مختلفة. كذلك هذه الحصيلة تعتبر مرتفعة عن نفس الفترة للأسبوع الفارط، ارتفعت هذه الحصيلة بنسبة أكثر من 50%، وكذلك في عدد الوفيات ارتفع اكثر من يعني 12 قتيل عن سابقتها، وكذلك ارتفاع في عدد الجرحى ب 170 جريح. إذا هذه الحصيلة كذلك معظم الأسباب المتسبة في هذه الحوادث هو العامل البشري بالأحرى، يعني السواق عدم اتباع قواعد السياقة السليمة وعدم الامتثال لقانون المرور، خاصة يعني السرعة المفرطة على مستوى شبكة الطرقات والتجاوز الخطير دون اتخاذ الإجراءات المناسبة. خلال هذا الأسبوع رأينا يعني عدة حوادث مرورية بسبب عدم تخفيض السرعة في المعارجات، حيث تم تسجيل أكثر من 18 حادث خلال هذا الأسبوع فقط بسبب عدم تخفيض السرعة في المعارجات. أما يعني السرعة المفرطة أكثر تقريبا من 15 حادث بسبب السرعة المفرطة. كذلك السير على اليسار سبب رئيسي في وقوع هذه الحوادث، حيث تم تسجيل 27 حادث بسبب السير على اليسار في طرقات غير مزدوجة. كذلك إذا وهذه الحوادث وقعت في معظمها بطرق تربط بين طرق غير مزدوجة، خاصة الطريقة 23 بولاية يارت، وكذلك الطريق الوطني 46 الرابط بين المسيلة وأولاج، لك هذا الطريق بعدة نقاط ومقاطع سوداء، كذلك الطريق الوطني رقم 3. إذا هذه الحوادث المرورية السبب يعود الرئيسي فيها العامل البشري بالدرجة الأولى. المرة لما نقول العامل البشري يعني السائق، مرة كذلك أو قطع الطريق دون هدف.
لهذه الصفيحة تم تسجيل يعني في ولاية سكيدة بالطريقة الرابط بين سكيدة وعنابة بالضبط في منطقة عين شرشار، حادث مرور مميت شديد خلف وفاة شخصين إثر انحراف مركبة نفعية. إذا بسبب ممكن بسبب الإرهاق والتعب ونقص التركيز، خاصة أنه هذا الحادث وقع خلال الصبيحة أو في هذا الصباح الباكر. نعم سمير، ربما دائما ما نتحدث عن العنصر البشري على أنه السبب الرئيسي وراء معظم الحوادث المرورية، يعني هناك أكيد أسباب أخرى، وهنا نتحدث ربما عن درجات النارية التي هي الأخرى أيضا عرفت ارتفاع كبير فيما يخص حوادث السير. نعم، مشكلة الدراجات النارية أو الدراجات النارية هو مهم بالنسبة في موضوع السلامة المرورية، هناك من لا يعطيه يعني، ولكن هو ومهم جدا في الآونة الأخيرة، تم يعني دق ناقوس الخطر بناء على الإحصائيات المتواجدة على مستوى قيادة الدرك الوطني. تم ملاحظة بأن نسبة ارتكاب حوادث من طرف هذا الصنف مركبات قد بلغ حوالي 8 حتى 9%، إذا تم تسجيل أكثر من 8% من حوادث المرور. معظم هذه الحوادث المرورية المرتكبة من طرف هذه الدرجات النارية تكون مميتة نظرا لانعدام عناصر الحماية على مستوى هذه الدراجة. إذا هذه الدراجات رغم القلة نتاعها توا حضيرة المركبات الوطنية رانا نشاهدوها غير في الولايات اللي تكون فيها اكتظاظ مروري كبير جدا، الولايات المهمة كالجزائر العاصمة وهران مثلا عنابة، لكن ما قلتها إلا أنها بحوادث مرور مميتة. بالأحرى هي ضرورية هذه الدراجة النارية للمواطن الجزائري أو للسائق الجزائري، ولكن الخطورة نتاعها أكثر من ضرورتها. إذا يجب اتباع مزيد من قواعد السياقة السليمة، من قواعد الأمان يجب أن ارتداء الخودة عند استعمالها، وكذلك يجب توفر الوثائق الضرورية لسير هذه الدراجة من بينها رخصة السياقة الصالحة لهذا الصنف من الدراجات النارية. إذا يجب وضع ضوابط صارمة لهذا النوع من المركبات حتى نقوم بتخفيض فاتورة حوادث المرور المتسببة فيها. نعم. أكثر من 400 حادث مرور تسببه هذه الدراجات النارية خلال سداسي واحد من كل سنة. إذا كما قلت معظم هذه الحوادث تكون خطيرة ومميتة. إذا على جميع أصحاب هذه الدراجات النارية احترام قانون المرور واتباع الأحكام والقوانين الصادرة في هذا الشأن من عدم إدخال تعديلات عليها اللي تؤدي إلى الإزعاج والضجيج للمارة ومستعملي الطريق وكل من يحيط بشبكة الطرقات. نعم رائد سمير بوشحيد، شكرا لك على هذا التدخل وكل هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا نعود لمواصلة هذا الموعد.